الحقيقة الواحد بيسعد جدا لما بيلاقي مشروع خيري ناجح. والنهاردة عايز اتكلم على يعني نموذج رائع لنجاح مستشفى أشمون. مستشفى أشمون محافظة المنوفية، مستشفى مبني على مساحة 20,000 متر مربع، بيقدم خدمة طبية متكاملة. مجمع طبي كبير جدا تم إنشاؤه هناك في أشمون لخدمة الأهالي، وبيقدم خدمات متكاملة. واللي عمل ده الحقيقة أنا بسعد بكل إنسان محترم بيقف ورا الخير. وأنا عشان كده حبيت أن أنا أجيب النهاردة هذا الرجل الخير اللي عمل هذا المشروع، واشكره على هذا المشروع القيم اللي بيخدم أهالي قرية بأكملها، الأستاذ ممدوح العربي اللي هيكون معنا بعد قليل عشان نشكره ونسمع منه تفاصيل هذا المشروع الكبير اللي احنا كنا طالبنا مرارا وتكرارا قبل كده ان يكون في خدمات طبية هناك في أشمون. الحقيقة هو الرجل تطوع وعمل هذا المشروع، وده يعني بداية الحملة كبيرة جدا انا عارف ان هم بيعملوها مع الأستاذ ممدوح العربي ووالده الحاج محمود العربي في اعمال خير كتير جدا. احنا بنحاول ناخد الناس دي قدوة عشان نقول لهم يا جماعة عندنا قدوات محترمة في عمل الخير. ياريت كل رجل اعمال زي ما بيفكر يكسب كتير يفكر كمان يعمل خير كتير. بعد الفاصل هيكون معايا الأستاذ ممدوح العربي عشان يكلمنا عن مشروع او عن مستشفى أشمون اللي اتبنت وخلصت وظهرت للنور. ازاي الحب، ازاي الاخلاص للوطن، ازاي فعلا الاحساس بالبشر اعلى كتير من الاحساس بالمال. صحيح. رجل شريف، رجل وطني، ادى وطنه كل حاجه، والنهارده بيدي مستشفى كلفته 400 مليون جنيه. الحقيقه انا سعيد واشكره وبقول مصر باذن الله طلع قدام طالما احنا كلنا مع بعض، الغني مع الفقير، الفقير مع الغني، كلنا حاسين ببعض، وده دور المجتمع المدني ولسه كتير. لكن هي نموذج ممتاز ومحترم للوطنية، وازاي فعلا الواحد يعمل من اجل الله سبحانه وتعالى ومن اجل بلده. زي ما كنت بقول من شوية وقبل هذا التقرير شفناه عن مستشفى العربي بأشمون محافظة المنوفية، الحقيقة ده دور الخير أو رجال الأعمال في عمل الخير في مصر، دور المحترم
والحقيقة الحاج محمود العربي راجل أنا بعتبره من كبار صناع الخير في مصر، بعرفه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى المهني، رجل عصامي ورجل نظيف في اليد، ومعروف جدا أنه قدر أنه يعني يساهم في عمل الخير بشكل كبير جدا جدا، سواء على مستوى المستشفيات أو المساجد. يعني من أجمل المساجد في مصر الرحمن الرحيم بناها الحاج محمود، وغيره مساجد ومستشفيات كثيرة جدا في شبرا كانت البداية في عام 85. والحقيقة أبنائه يعني أخذوا هذا الطابع منه وساهموا معاه، عشان كده النموذج اللي شفناه النهاردة نموذج لمستشفى أقامه الحاج محمود العربي، وأطلق عليه اسم العربي، مستشفى العربي بأشمون، عشان تعالج الفقراء والبسطاء من أهالي مصر. والحقيقة كمان احنا فرصة ان احنا نعلن في وجود النهارده الدكتور ممدوح العربي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس. برحب بيه، أهلا بيك دكتور، وبهنيك على هذا المستشفى اللي حضرتك كنت قائم عليه وأنشأته في عمل الخير. ان احنا كمان نعلن للناس النهارده هيكون كمان في تعاون بين واحد من الناس وبين مؤسسة العربي ان شاء الله في مجال العمل التنموي ان شاء الله باذن الفتره الجايه. احكي لي المستشفى بقى اتعملت ازاي ان شاء الله. انا بس هصحح حاجه، انا دكتوراه في طب الاطفال من عين شمس، ولكني لست بستاف او عضو هيئه التدريس في الجامعه، وانا اتشرف ان انا عضو مجلس اداره مجموعه العربي للعمل الاجتماعي والمسؤوليه الصحيه. انتوا ما شاء الله العمل الاجتماعي عندكم يعني طغى على العمل التجاري، وده شيء جميل على فكره، لانها تجاره مع الله. يعني هو الوالد المصانع والشركات والتجارة هي يأمل بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يحقق له أمله، أن يكون عدد العاملين في المجموعة يتعدوا 180,000 زي شركة توشيبا لما بدأت، وكانت بداية صغيرة ودلوقتي بقت 180,000 عامل وموظف في شركة توشيبا العالمية. هو بيأمل شركة العربي تكون على نفس هذا النمط. يعني احكي لنا بقى عن المستشفى، الفكرة جت ازاي؟ لان كنتوا عاملين حاجة كبيرة جدا، المفروض ده دور الدولة، فانتوا عاملين دور الدولة. والله احنا جايين مكملين. واحنا على فكرة بنحتفي بيك النهارده في واحد من الناس، عشان كده بيكوا بالحاج محمود العربي اللي كنا نتمنى كمان يكون معانا النهارده. حاضر. هو ده نموذج عشان الكل يتضافر مع بعضه، الدولة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني مع الافراد والشركات، ازاي كلنا يعني نمسح دمعتنا بنفسنا. فالنموذج في المستشفى بفضل الله يعني في كوادر من جميع مستشفيات العالم ربنا اكرمنا بيهم، هم جايين كلهم بيحبوا الخير زينا. فهو قال العيان الغلبان انا برضو معاك ومش هاخد منه، العيان القادر احنا ايه ناخد منه، علشان في الاخر يصب في علاج المريض غير القادر. ولابد احنا يكون في تكافل، زي ما هيكون في تكافل المريض الغير القادر هيفوله من حيث لا يدري، المريض القادر في نفس المستشفى هيجي هيعمل نفس العمليه وياخد نفس الدكتور ونفس جهاز الاشعه وكل حاجه، لكن في الاخر هو ده بيدفع عشان واخد بقى جناح ودرجه اولى، والتاني واخد مثلا سرير اربع سرير. والله كلامك يعني يا ريت السيد وزير الصحه يكون بيسمعنا، عشان احنا عايزين ده في التامين الصحي. كنت لسه مقابله من اسبوعين وقلت له نفس هذا الكلام، يا ريت مزار التامين الصحي انها تقدم خدمه للفقير والغني على السواء. انا اشرف ان انا دفعته، وهو زميل ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو يعني من قلبه عايز فعلا الفقراء والمحتاجين واصحاب المعاشات والطوارئ، وجلسنا اكتر من مره علشان ازاي يبقى النموذج ده نموذج يحتذى به ويكرر في كل محافظات مصر وفي كل حته. التضافر المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع الدوله، سواء وزاره التعليم العالي والمستشفيات الجامعيه او وزاره الصحه، وازاي الوقايه. احنا يعني طب خلينا نطبع على مستشفى العربي في المنوفيه. اتفضل. اولا التكلفه كام؟ التكلفه ان شاء الله لما يتم المرحله الاخيره في خلال السنه دي ب 400 مليون. 400 مليون لوجه الله. ان شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله. ربنا هي يعني يوقع. هي يعني تقوم ان اصحابها خدوا قرار ال 20 مساهم وانا منهم ان الربح بتاعها يعود اليها. فيها كم سرير للفقراء؟ هو في لما تكتمل ان شاء الله المراحل هتبقى 100 سرير. 100 سرير. و100 سرير اللي هم بيسميه المتميز، و100 سرير للتعاقدات اللي هو الشركات الرعايه والمشاريع العلاج اللي هي موجوده في كل النقابات المصريه. ايه نوع الخدمات اللي بتقدمها المستشفى؟ هو اجتهدنا ان يكون فيها كل الخدمات بس بمراكز تميز. يعني حتى كانت تقول اسم القلب. يبقى لابد يكون في شيء متميز، اسم الاطفال في شيء متميز. يعني اهم حاجه بس بنقدمها في قسم الاطفال ان في طب اللي هو نسميه الشباب او طب اليافعين اللي هو يانج بيبول هيلث، ودي حاجه على مستوى العالم دلوقتي
بيتكلموا فيها وبدأوا فيها، واحنا ان شاء الله هنكون اول مستشفى تطبقها مع طب القاهره وطب سوهاج ان شاء الله من خلال استاذنا الدكتور ممدوح وهبه، على اساس ان دول فئه محتاجين معامله بشكل خاص. كذلك الفئه الابيون بقى اللي هم النيونيث كدكتور اطفال، طبعا الاطفال حديث الولاده والاطفال عموما، ثم نيجي لطب المسنين اللي احنا دلوقتي بقى اسمه طب المعمرين. نسبه عاليه جدا على مستوى العالم دلوقتي، اعمارهم عاليه ويا ربنا يديهم الصحه، هم دول البركه، هم دول الخبره بتاعتنا. ازاي نرعاهم ويبقى بتكافل، ازاي نرعاه في بيته باهله وبالمتطوعين اللي يتم تدريبهم، لان مهما احنا عندنا نقص حضرتك عارف في السراير، فالافضل ان هو يرعى المسن ويرعى المريض بالدرجه الاولى في بيته او في مصنعه او في مكان الدراسه بتاعته الجامعه او المدرسه، ويروح المستشفى عشان ياخد الخدمه اللي ما تنفعش تاخد في حته ثانيه. طب الفقير، احنا عندنا ازمه في مصر، ازمه الفقراء ان هم لا يجدوا خدمه وما عندهمش، كثير منهم ما عندوش مظله تامين صحي. هل المستشفى العربي في أشمون في المنوفية تقدم لهم الخدمة بالمجان؟ هقول لحياتك، هو مفيش خدمة بالمجان، هو حد هيدفع له. ايه رايحتك لما نيجي نعمل دلوقتي بوليصه التامين من خلال شركه مصر القابضه للتامين، ومن خلال اي ماني يعني الكترونيك ماني، يعني فلوس محطوطه في بنك مصر من احدى البنوك المصريه، ويبقى في كارت موجود للمريض وكلنا هندفع. يعني مثلا معروف ان الانفاق الصحي في مصر كام، ومعروف عالميا هو حوالي تقريبا 850 جنيه في السنه. كويس، لو احنا قلنا هنخليهم 1200، بس انا عايز اخدها في مستشفى متميز وفندقه ممكن ادفع فيها 10. في ناس دلوقتي بيدفعوا مثلا بالشركه العالميه اسمها البوبه بال 30 و 35000، لو قلنا له هتدفع 10000 بس. طب وغير القدر يدفع كام؟ ما يدفعش، او يدفع 50 جنيه، يدفع 100 جنيه، يدفع 300 جنيه، يدفع في السنه، بتكلم على السنه. لو اتحط ده كله ببوتقة واحدة وفي بوليصة واحدة، بس مفيش حد مشتركش، الكل يشترك. طب انا مشترك في حاجات تانية، يخشوا كلهم مع بعض، يبقى كله معون واحد او حاجة واحدة. في الحالة دي كلنا هناخد نفس الخدمة الصحية في نفس الصيدلية، في نفس المعمل، في نفس الإشاعة، في نفس المستشفى بشكل. طب خلينا نطبق عامل دكتور ممدوح، يعني حضرتك مثلا حالة مرضية موجودة عندنا، يعني تأكدتم انها تستحق وانها ليس لديها القدرة على الانفاق على علاجها، او عنده طفل صغير مثلا او غيره، هل ممكن تعملوا ايه في اللحظه دي؟ هو احنا بنعمل كده في مستشفى شبرا زي ما قلت لحضرتك اللي هي 40 سرير. بيجي لنا المريض بيقول انا مش قادر، على طول في فريق معاه اسمه فريق الباحث الاجتماعي، بيسمع منه وبيشوفه، في نفس الوقت الدكتور بيعمل له الحاجه العاجله اللي احنا بنسميها الفيرست ايد والكلام الصح، يبتدي يقدم له الخدمات، وبعدين يقول له والله الخدمه بتاعتك دي هتتكلف كذا، ايه اللي تقدر تعمله؟ يقول اقدر ادفع بدون مشقه كذا، فبيتكمل له الباقي مع المستشفى، بتقدم سعر مميز ليه. هو بياخد نفس الخدمه زي التاني، بس بيعملوا له ان هم ما يكسبوش منه. وساعات بقى الاطباء بحب يقول لك انا كمان متنازل عن اتعابي، انا طبيب تخدير، انا طبيب جراحه، انا طبيب، انا متنازل عن اتعابي، لان هو وثق خلاص ان فعل المريض ده ما بيضحكش عليه. وبعدين ما بتديش للمريض فلوس ممكن ياخدها يعمل بيها حاجه تانيه، لا انت بتدي له الخدمه قدام عينك، وبعدين بتتابعه تتاكد. وبعدين لو هو مدخن تقول له لا انا مش هقدم لك الخدمه طالما انت مدخن، لانك انت بتضر نفسك. ايوه، فلابد، او بيتعاطى مثلا الحاجات اللي الموجوده دلوقتي ترامادول وغيره، لا انت دلوقتي هتاخد من خلال المنظومه بتاعتنا، هتسمع الكلام احنا يعني هنحطك في عينينا، مش هتسمع الكلام يبقى احنا ايه مش هنقدر ان احنا نتعاون معاك. والله انا بهنيك على هذا المشروع الجميل، وربنا يكثر من امثالكم. امين يا رب. ويا رب كده رجال اعمال كلهم والاوفياء للبلد اللي بيحبوا البلد دي يسيروا على الدرب بتاعكم ان شاء الله. ونسمع كده ان كل يوم في رجل محترم زي حضرتك كده بيعمل مشروع خيري، لان واضح ان الحكومه لوحدها او ايد لوحدها ما تسقفش. دي الحقيقه. دي الحقيقه. هو ده على مستوى العالم اصبح ما يسمى بالبي بي بي، حياتك عارف، البابليك الحكومه والبرايفت القطاع الخاص والبيبل ومجتمع وزارات المجتمع المدني. بس برضه لازم نقول حته مهمه، لابد ان يكون ذلك تحت مظله تخطيط الدوله. لابد ان يتم التخطيط وتحديد الادوار لفريق العمل. انت كمجتمع مدني هتعمل ايه، وانت كقطاع خاص هتعمل ايه، واحنا هنعمل ايه، عشان في الاخر تكتمل المنظومه. لان اللي حصل ايه، ان مفيش عندنا تعاون وتنسيق لاصحاب الهدف الواحد. كلنا عايزين نعمل، بس بدل ما نحط مظله واحده واتفاق كل واحد هيعمل ايه، فاللي بيحصل احنا ساعات بنعالج المريض لكن انا ما دربتش اللي هيعلمه اللي هيعالجه. انا عايز ادرب الممرضه وعايز ادرب الدكتور وعايز انفق على الابحاث العلميه اللي هتعود في الاخر على المريض.
طيب احنا كواحد من الناس ممكن نتعامل ازاي مع هذه المؤسسه والله الكبيره؟ والله يعني انا اسعد ان انا اكون جندي من جنودكم. ده احنا نسعد نكون معاكم. اتشرف ان انا اقعد مع حضرتك بالتفصيل ان شاء الله، لان هي المنظومه متكامله، لان لابد من توعيه الجمهور، لان احنا بنعمل سلوكيات خاطئه بتخلينا احنا نكتشف المرض بدري، وممكن في عندنا وقايه ممكن نشارك فيها كمجتمع مدني وقطاع خاص مع الحكومه، لان الوقايه خير من العلاج زي ما كنا بنقول. وكذلك ان انا امنع المضاعفات، يعني انا عندي مرض مثلا مرض السكر خلاص كده يعني لا انت لازم تتابع بصفه مستمره، انت هتيجي كل شهر تعمل كذا، كل 6 اشهر هتعمل كذا، كل ولو ما عملتش كده هتتحول الى بص بقى يجي شرايين القلب يحصل فيها كده، وشرايين الايدين والرجل يحصل كده، وشرايين العين يحصل فيها كده. طب وليه؟ طب خلينا ناخد الموضوع صح، يبقى منع المرض، الاكتشاف المبكر، منع المضاعفات، وكل ده بالتكافل، تكافل على مستوى البحث العلمي، وتكافل على مستوى التدريب والتعليم، وتكافل من الناحيه الماديه اللي حياتك ربنا يبارك فيك ليك فيها باع كبير، ازاي كلنا نكفل المريض، لان المريض غير القادر مش مشكلته بس في المرض، هو مشكلته كمنظومه حياه متكامله. صحيح. هو محتاج مصدر دخل، هو محتاج تدربه ازاي، يعني ازاي تخليه وعنده سلوكيات هو مش عارفها، محدش علمه. صحيح. فاحنا دورنا كلنا وكل في كل الاماكن سواء دور العباده او التعليم او كله والاعلام على راسهم، لان دي زي ما قلنا القوه الناعمه اللي تستطيع ان شاء الله بفضل الله تحقق اللحظه يا رب تستخدم دايما في الخير يا رب. ان شاء الله. انا بشكر جدا استاذ الدكتور ممدوح العربيه على هذا اللقاء، وشكرا على هذا المستشفى القيم فاقوس المنوفيه. مبروك على اهالي المنوفيه، وربنا يكثر من امثالكم. ودايما ده يعني فعلا شعورنا بالحاج محمود العربي والخير دايما اللي هو اسسه، وما شاء الله ابنائه بيسيروا على ذلك. بشكرك جدا جدا. انا حبيت اقدم هذا النموذج الراقي والمحترم جدا، النموذج المتميز للطبيب رجل الاعمال عندما يريد ان يساهم في بناء المجتمع ومكافحه المرض وعلاج الغير قادرين بشكل جميل. والنموذج اللي قدامنا مستشفى العربي فاقوس محافظه المنوفيه. بشكركم جدا.